اللاعبين قاعدين الخيل. الله يرضى عليكم، ما معنا وقت، في بعد شوطين شباب. مزيد ما شاء الله تبارك الله للملك بهاء ابراهيم وابو محمود المدربين اسطبلات الاشرف منصور ورازي جونيور الميداني من جونيور وبنت الشهيد الملك والمدرب سعيد صبيح من فرسان خلال الجليل كفر كنا سيكون بقياده اياس ابو جبل. يلا حبايبنا يلا يا حبايبنا يلا يا حبايبنا الفرسان ظهورها. عبد العصيبي انطلق على صوبة سراج بعملية الإحماء، أيضا عمر الحسون على صوبة مزيون. وليد كنعان على صوبة وحيد كلاسيك انطلق أيضا بعملية الإحماء. زنور على صوبة شمس الدين انطلق بعملية الإحماء أيضا. جبل على صوت جونيور الميدان انطلق والآخر بعملية الإحماء. صوت الفئة أولى باه. بعد تعال بعد لا لا لقدام أبو الشباب علم وفعلا ينطلق الشوط الفئة الثانية على بركة الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، انطلاقة موفقة لهذه المجموعة ما شاء الله تبارك الله. عمر الحسون على صهوة مزيون ينتزع الصدارة من البداية، بل هو وحيد كلاسيك مع وليد كنعان. وحيد كلاسيك الآن متصدر هذا الشوط هو ومزيون الأحصنة في مجموعة واحدة قبل دخولها المنعطف الأول. مزيون ووحيد كلاسيك رأسا على رأس، بل هو مزيون الآن متصدر هذا الشوط ووحيد كلاسيك بالمراتب الثانية مع وليد كنعان. الخيول الآن بقبل دخول الخط المستقيم وخروجها من المنعطف الثاني. يا سلام يا سلام، دخلت الأحصنة، دخلت الدبابات إلى الخط المستقيم. من الخارج وحيد كلاسيك، من الداخل مزيون، من الداخل مزيون، سراج أيضا من الداخل ينضم إلى الثلاثية الأمامية مع الفارس عبد العصيبي. سراج ومزيون، سراج ومزيون، سراج ومزيون، سراج بطل هذا الشوط مع عبد العصيبي. مزيون بالمرتبة الثانية مع عمر حسون، ووحيد كلاسيك بالمراتب الثالثة مع وليد كنعان. يلا يلا دقيقة حبيبي ولا يهمك. وين تلفونك يا سيدي؟ ما شاء الله سراج مع الخيال الكبير عبد العصيبي بن الخانرو بنت نادر الملك ابو عقاب مدربين الصبلات غازي حماد واولاده محمود ومحمد. القياده لعبد العصيبي، مبروك الف مبروك ابو عقاب. وين موشي؟ وصل؟ توج العاد. عم ابو صالح من عرابه يسلم كاس المرتبه الاولى والكاس البطوله لسراج. الف مبروك ابو عقاب واستبلاط غازي حماد على هذا الانجاز الكبير. سراج الذي انطلق رابعا وحل اولا، مبروك ابو عقاب.
شامبيوني شامبيوني يا ابو غاب. اسطبلات غازي حماد مع هذا البطل سراج، الف مبروك ما شاء الله، قياده كبيره مثيره من قبل الفارس الكبير عبد الناصيبي. ابو صالح ايضا يسلم كاس المرتبه الثانيه لوصيف البطل مزيون بن انور المجالي، الملك بهاء ابراهيم بن دبور ابو محمود، مدربين اسطبلات الاشرف منصور ورازي ومحمد العزيز، والقياده كانت لعمر الحسون. الف مبروك ابو محمود مع وصيف البطل مزيون. وصيف البطل وحيد كلاسيك بن كلاسيك رشيد، الام بنت جواليه، الملك طالب كنعان، المدرب والفارس وليد كنعان. الف مبروك لال كنعان اجمعين على هذا الانجاز الكبير مع هذا البطل وحيد كلاسيك. يلا فضلنا الميدان حبايبنا، نستقبل شوط مسك الختام